اهلا بيكم في حلقة جديدة من اصل الحكاية. النهاردة حبينا نجيب لكم موضوع خفيف لطيف رومانسي شاغل بالي بقاله فترة. ليه شريحة كبيرة جدا من الناس خصوصا من الستات بينجذبوا اكتر للشخص السيء؟ يعني الولد المحترم اللي قادر فعلا يشيل مسؤولية العلاقة ما بيبقاش جذاب زي الولد الشقي الملاوع اللي مقطع السمكة وديلها المسمى بالباد بوي. علامات استفهام كتيرة هنناقشها النهاردة في اصل حكاية الباد بوي. انتشر مؤخرا مصطلح اسمه الريد فلاجز، بمعنى العلامات التحذيرية. يعني وانت داخل كده بتسمي وداخل العلاقة تلاحظ كام صفة مش كويسين مش هتعرف تتعايش معاهم، بلاها العلاقة دي ابعد خالص، بلاش تقولي بقى اي كان فيكس هيم، مفيش حد بيتصلح يا ماما. في قصة لطيفة ملمسة على الحوار ده حصلت في امريكا يوم 24 نوفمبر سنة 1946. لويس كويل خلفت ابنها الوحيد ثيودور وهي عندها 22 سنة. ايه المشكلة في الموضوع يعني؟ المشكلة ان ثيودور ده كان مجهول الاب. ناس قالت ان ابوه جنرال متقاعد من الجيش، وناس قالت شاب بتاع مبيعات، وناس تانية استغفر الله العظيم قالت ان ابوه هو ابو لويس نفسها. المهم منعا للفضايح دي ثيودور اتسجل باسم جده وكبر وهو عارف ان جده وجدته هم ابوه وامه وان لويس هي اخته الكبيرة. كبر ثيودور اللي كانت كل الناس بتناديه تد في ظل تربية جده الصارمة واهمال تام من لويس اللي هي امه الحقيقية، نفضت له وراحت اتجوزت تاني وعاشت حياتها. تيد كان طفل منطوي لكن حد الذكاء، وكانت ليه اهتمامات غريبة. يعني كان بيحب الجنازات التوابيت، وكان عنده اهتمام شديد جدا بالسكاكين من وهو عنده 3 سنين. تيد كان بيواجه كل أشكال التنمر في المدرسة، كان زمايله بيتنمروا عليه جدا، ولكن أصعب موقف حصل له لما واحد من زمايله وتقريبا أبوه كده كان شغال في السجل المدني جاب شهادة ميلاد تيد الأصلية، وتيد اكتشف إنه مجهول الأب وإن عيلته كلها كانت بتضحك عليه. تيد قرر إنه يسيب اسم عيلة أمه وياخد اسم عيلة جوز أمه ويبقى تيد باندي، الاسم الأكثر رعبا في التاريخ الأمريكي. تيد كان ليه عادات غريبة جدا، يعني هو طفل كان بيحب يقف على الشبابيك ويتفرج على الجيران جوه بيوتهم، ولما كبر وبقى مراهق العادة دي زادت معاه، كان بيقتحم البيوت بس مش علشان يسرق حاجة، لأ علشان يتفرج على الناس وهم نايمين. بس ده ما يمنعش انه كان متفوق في دراسته جدا، وانه حصل على منحة من جامعة واشنطن ودخل درس فيها علم النفس، وكان نبغى بشهادة أساتذته كله. في فترة الجامعة بقى تيد ارتبط ببنوتة ليها شعبية كبيرة ومن عيلة غنية، وواضح انه حبها جدا لان انفصالهم دمر تيد نفسيا وخلاه عنيف قوي. البنت اسمها مش معروف لأسباب أمنية، بس اصحابها في الجامعة كانوا بيوصفوها انها بنوتة طويلة رفيعة عود فرنساوي كده، شعرها اسود وطويل. الوصف ده مهم جدا وهتعرفوا ليه كمان شوية. تيد اتخرج سنة 1974، وأساتذته قعدوا يتحايلوا عليه، يا تيد كمل دراسات عليا، يا تيد مستقبلك هيبقى عظيم. بس تيد اهتم فجأة بدراسة الحقوق، وكان بيحضر فصول ليلية للحقوق في جامعة بوجيساون، وجات له منحة لدراسة الحقوق في جامعة يوتا، بس ما راحش لأنه كان مشغول بحاجات تانية. 4 يناير 1974 جوني لينزي 18 سنة طالبة في جامعة واشنطن رجعت السكن بتاعها بعد يوم مرهق في الجامعة ونامت، علشان فجأة يقتحم عليها السكن راجل طويل لابس قناع وشعره اسود يخلع عمود السرير وينزل فيها ضرب على دماغها وجسمها لحد ما تفقد الوعي. جوني ما ماتتش لكنها عانت منعاها مستديمة نتيجة الاعتداء ده. 1 فبراير 1974 ليندا آن هايلي 21 سنة طالبة في جامعة واشنطن كانت راجعة السكن بتاعها بعد سهرة طويلة مع أصحابها بالليل، لقت في طريقها شاب أبيض طويل وشعره أسود ساند على عكازين وبيطلب مساعدتها، بيقول لها إن مفاتيح عربيته وقعت على الأرض. ليندا بيصعب عليها الشاب وتوطي علشان تجيب له مفتاح العربية، هنا بتاخد ضربة جديدة جدا على دماغها تفقدها الوعي. بعد سنة البوليس لقى فعلا جثة ليندا وهي مشوهة ورأسها مقطوعة بالقرب من جبل تيلور. 8 نوفمبر 1974 كارول دارولش 18 سنة كانت داخلة المول، فجأة وقفها راجل أبيض طويل شعره اسود وقال لها انه ضابط شرطة وان عربتها كانت هتتسرق ومحتاجة تيجي مع الاسم علشان تمضي على المحضر. كارول شكت في الموضوع وقالت له انها تبقى تروح الاسم بمعرفتها. الراجل هجم عليها وكان بيحاول يكتفها، كارول صوتت وضربته وجريت.
في نهاية سنة 1974 دوائر الشرطة في شمال الولايات المتحدة كان قدامهم أكتر من 28 بلاغ عن ستات مفقودة، كلهم أوصفهم واحدة، رفيعين شعرهم اسود وطويل. الشهود والناجيات اتفقوا على وصف راجل ابيض طويل شعره اسود واسمه تيد، احيانا بيبقى ماسك عكازات او لابس جبيره في ايده، وفي احيان تانية بيبقى عامل نفسه ضابط شرطه او شخص ذو سلطه عاليه، والبنات بتتجاوب معاه وبعدين يختفوا. بس للاسف البوليس بعد كل المعلومات دي ما قدروش يوصلوا لتيد. لحد سنة 1975 اللي حصلت فيها حاجة عجيبة جدا، واحدة اسمها إليزابيث كلوبر راحت للبوليس وقالت لهم أنا مرتبطة بشاب زي العسل اسمه تيد باندي من 6 سنين، بس هو ابتدى يعمل كده حاجات عجيبة كده مش مريحاني. ماله يا ست؟ لا هو أصلي ليه حركات عجيبة قوي كده، يعني بيحب السكاكين والحبال وأحيانا ينزل بالليل ويختفي ما يرجعش غير الصبح. طب ما عادي يعني، ما في ناس عجيبة كتير. اللي مش عادي انها قالت ان تيد حاول يقتلها مرة وهي نايمة علشان سألته عن هدوم الستات الغريبة اللي بتبقى معاه. البوليس ابتدى يهتم بتيد باندي وفعلا راحوا علشان يقبضوا عليه، لقوا معاه سكاكين وقناع وجه وحبال بس ما لقيوش معاه هدوم. البوليس احتجزوا علشان مشتبه فيه. حظ العدالة كان حلو جدا ان كارول دارونش اللي هربت من تيد اتعرفت عليه، وتيد لبس حكم 15 سنة سجن بتهمة الاختطاف. مع ضغط المحققين تيد ابتدى يعترف، واعترافاته كانت كارثية. تيد اعترف انه قتل اكتر من 37 ست، كان بيقتلهم يشوه جثثهم ويغتصبهم وهم ميتين ويقطع رؤوسهم يحتفظ بيها كتذكار، وبعدين يتخلص من الجثث في اماكن متفرقة. تيد قال في التحقيقات ان سبب نجاح جرائمه هو تعاطف الستات معاه، وفي احيان تانية خضوعهم للذكر المسيطر، وانه عمره ما حس باي نوع من انواع الذنب تجاه الستات اللي قتلها. محاكمة تيد استمرت لسنين طويلة جدا لأنه كان بيعمل ألعاب قانونية في نقض الأحكام، إلى جانب أنه هرب مرتين من السجن، مرة فيهم اقتحم بيت طالبات قتل 2 وعذب 2 لحد ما جاب لهم عاهة مستديمة، لحد ما تنفذ عليه حكم الإعدام سنة 1989 في ولاية فلوريدا. الغريب في قصة تيد باندي مش الجرائم، الغريب رد فعل المجتمع تجاهه. المحاكمات كانت علنية ونسبة كبيرة جدا من المجتمع الأمريكي تعاطفوا مع تيد باندي علشان وسيم. الأغرب إنه كان بيحب واحدة ومعشمها بالجواز اسمها كارول أنبون، المفروض بقى إنها لما تعرف إنه سفاح تلم الدور وتبعد عنه، لكن اللي حصل العكس تماما. كارول قالت يا حرام ده واقف لوحده، يا بنتي ده سفاح، لا ده واقف لوحده والمجتمع كله ضده، أنا هفضل وراه لحد ما اتجوزه. وفعلا اتجوزته رسمي في قاعة محكمة فلوريدا قدام القاضي. مش بس كده، دي كمان خلفت منه بنت ومصيرها مجهول. تصدق حلوة الفكرة دي، يعني درامية بنت السفاح. يلا ما تغلاش على ووتشيت، خدوها. الاهتمام الإعلامي والشعبي ده خلى علماء النفس يضيفوا حالة نفسية جديدة اسمها هايبرستوفيليا، بمعنى الانجذاب الشهواني للمجرمين، وجمعيات حقوقية ونسوية كتير ابتدت تنشر صور الضحايا وتقول لهم دول كانوا ناس، حرام عليكم افتكروا عمايل تيد باندي السودا مش تحبوه. علشان كده بوجه رسالة لكل شاب وكل فتاة بيتابعونا، لو شريك حياتك سابك وخلع وراح للباد بيرسون اوعى تزعل، ما تحطش في نفسك وتقعد تسمع اغاني تامر عاشور وتتصل بالليل باستاذ اسامة منير تعيط له في التليفون، لا اخرج سيح له، عرف الناس كلها انه عيان، انه عنده هايبرستروفيليا، وخليك باصص دايما لنص الكوباية المليان. واشوفكم في حلقة جديدة من انا والنجوم من اصل الحكاية، معلش اندمجت، اشوفكم في حلقة جديدة من اصل الحكاية ان شاء الله. سلام.